أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثاني عشر لمادة تاريخ الأردن. ها نحن طلابي نلتقي من جديد للحديث عن مادة تاريخ الأردن، واللقاء لهذا الأسبوع مع الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه. نقول طلابي، ولد الأمير الحسين بن عبد الله في عمان عام 1994، وتلقى تعليمه الثانوي في الأردن، ثم التحق سموه في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة التاريخ الدولي، وتخرج فيها عام 2016. صدرت الإرادة الملكية السامية في عام 2009 بتعيين سمو الأمير حسين بن عبد الله وليا للعهد، وذلك وفقا للدستور الأردني الذي ينص على انتقال ولاية الملك من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه من الذكور سنا. طلابي، الأمير حسين له عدة مبادرات أطلقها، منها مبادرة سمع بلا حدود، وهذه المبادرة هي تهتم بدعم الأطفال الصم وتأهيلهم من جديد. وأيضا هناك مبادرة حقق، وهي لتنمية المهارات لدى الفرد والجماعة في مجال التعاون. كما أن له أيضا مبادرة أخرى بعنوان مبادرة قصي، وهذه المبادرة هي من أجل تأهيل الكوادر الطبية في المجال الرياضي. كما أن الأمير الحسين له عدة مشاركات دولية على الصعيد الدولي، وأهمها ترأسه لمجلس الأمن الدولي، وكان ذلك عام 2015، والتي كانت بعنوان صون السلام والأمن الدوليين ودور الشباب في مكافحة التطرف والعنف وتعزيز السلام. وقد كان سموه أصغر سناً وأصغر شخصية تترأس مجلس الأمن منذ تأسيسه. سموه رعى عدة فعاليات على مستوى العالمي ومستوى الوطن، وكان له دور كبير فيها. أيضا طلابي، استكمالا لحديثنا، نتحدث عن الإنجازات الداخلية للملك عبد الله الثاني، ومنها إنشاء محكمة دستورية بوصفها جهة قضائية مستقلة للرقابة على الدستور، وهي هيئة قضائية أنشئت عام 2011 تتألف من مجموعة من القضاة مدة عضويتهم 6 سنوات غير قابلة للتجديد. أيضا تأسيس هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، وأيضا العمل على إعادة النظر بقوانين الناظمة للعمل السياسي كالأحزاب والاجتماعات العامة والمطبوعة وغيرها. أيضا جلالة الملك له دور في ما يسمى بالأوراق النقاشية، وهي أوراق نقاشية للدلالة على الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وهذه الأوراق هي مهمة جدا في المؤسسات الدولية في المؤسسات في الأردن على مستوى الوطن. هذا طلابي مجمل حديثنا عن موضوع الإنجازات السياسية لهذا الأسبوع وعن دور الأمير الحسين. سيكون لنا لقاء بحول الله في الأسبوع القادم عن عدة موضوعات أخرى من مادة تاريخ الأردن. شكرا لحسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. دمتم برعاية الله طلابي.